شاليدي بتحبك. الله معكم أحبائنا وما كنتوا عم تتابعونا عبر تيفي تشاريتي تلفزيون المحبة tvcharity.org. كنتوا عم تشوفونا على الإنترنت بلبنان أو خارج الأراضي اللبنانية. سلام الرب يسوع يكون معكم بهالأسبوع المميز، أسبوع الوحدة بالكنيسة. حبيت اليوم كنا عم نقوم بحلقة خاصة شوي لنضوي فيها على بعض النقاط يلي شعرت بمسؤولية تجاه كنيسة أنه كنا عم بحكي فيهم هيدا الأسبوع. هيدا من جهة، لهالسبب رح يكون معي عدة ضيوف يعني يكونوا عم يخبرونا عن هالخبرات هيدي يلي صارت هيدا الأسبوع بحياة الكنيسة. ومن ميل تاني بستغل الظرف لحتى نكون عم نحكي مع بير جان يلي هو صوت المنسيين إذا بدكم، هالمرسل يلي عم بيحط هيك موهبته بخدمة يسوع الفقير والمنسي والمتروك، وعم بيسافر بلش يسافر هيك لحتى يكون عم بيوصل هالصوت لمدى بعيد ونقدر نحصد ثمار حلوة بخصوص دعم إخوتنا المنسيين، إن كان روحيا وإن كان معنويا وإن كان ماديا. فبالبداية هلأ بداية اللقاء أنا وياكم بداية هالحلقة رح نكون عم نحكي مع أبونا جون عن خبرته يلي عايشة بالكويت. وبتعرفوا أبونا جون إيه، هو تعين بتلفزيون المحبة أو تيفي تشاريتي، يعني صار مسؤول معنا بالإدارة لحتى نكون سوا مع أبونا طول الياس عم نمجد اسم يسوع وننشر كلمته، كل واحد حسب موهبته حسب النعم يلي والوزنات حط الرب بين إيديه. بمناسبة أسبوع الوحدة ولأنه صار لنا أصدقاء بالكويت اتصلوا فينا من قبل ونسقوا مع أبونا جون، هلا هو رح يخبرنا أكثر، حبيت أن نكون عم نتشارك بهيدي الخبرية وينقلنا أبونا جون الخبرة الرائعة والمميزة اللي عايشة هونيك. الله معك خورينا. الله معك أبونا. بدي أشكرك أنه هيك أعطيتني المجال اليوم كون عم بعهوى المحبة كون عم بشترك أنا وياك، خاصة بهالأسبوع المبارك أسبوع الوحدة. دايما منصلي حتى تكون كنيستنا واحد، وهي شغلة نحلم أنه هيك نحن بأيامنا تتوحد الكنيسة ونكون كلنا سوا نعيش هالوحدة. نحن دايما أبونا بنقول شغلة، مهما نتفرقنا ظاهريا الكنيسة ما مش مفرق لأنه يسوع واحد وما بيتقسم، بس خارجيا نحن بتعرف أنه في عدة كنائس. إن شاء الله نكون عم نعيش وحدة الكنيسة، أكيد ما بنلغي بعضنا، يعني ضل في موارنة، ضل في كاثوليك، ضل في أرثوذكس، لاتين، إنجيلية، بس كلنا نكون متحدين كلنا بجسد واحد. يعني هي مثل ما بتقول شجرة أو جزع شجرة، وكل كنائس هي أغصان متحدة بالمسيح. مظبوط. بقدر ما هالأغصان هيدي موجهة وعم تطلع بيسوع بقدر ما رح تتوحد. فمنصلي نحن حتى كنائسنا كلنا سوا يضلوا يطلعوا بيسوع، كل ما بنطلع فيه بمعنى بيصير هو اللي عم بيمشينا، يعني مش قصص تاني بالحياة بتاخدنا أنانيات ومصالح شخصية ومراكز ومال وإلى آخره، كل ما نكون عم وشكليات أوقات وتقاليد معينة ربينا عليها ما بنقدر نتخطاها وتعصب إلى آخره، هيدا الشيء بيبعدنا أن نطلع بالمسيح حقيقة، وبالتالي بيبعدنا عن بعضنا البعض. مزبوط. كل مرة بنركز نظرنا على المسيح رح نصير مثل الأغصان يلي بتجمعهم هيدي الشجرة بيسوع. في عندي خبرة أنا صغير كنت بالمدرسة سألوني أنت شو طيفتك حتى نملك أول أربانة إيه أو لا، كانوا يعملوا أول أربانات بالمدرسة. قلت له ما بعرف، اسال اهلي. لما جيت على البيت قلت له لبيي، قلت له بابا انا شو؟ قال لي كيف يعني انت شو؟ قلت له انا شو طيفتي؟ طلع فيي قال لي شو يعني، ليش عم تقول هالسؤال؟ قلت له لان بده يعملوا لي اول قربانه، انه نحن غير شيء يعني. قال لي لا نحن بالكنيسه المارونيه. بس بدي لك شغلي يا بابا، كيف انا عندي جوزيف وفطوني وفادي وانت وهيك هيك، الله عنده الماروني والكاثوليك وكلهم اولاده، ومن هيك نحن ما عندنا تقسيم تفريقه. الفكره انه اللي عشت عليها انه هيك لازم نكون، يعني اذا انا ابن الله وانت ابن الله وكلنا اولاد الله، فاذا كنا لازم نكون بنفس النظره بعيون الله. هاي شغلة اكتبستها من أنا وصغير وبحب، ودايما بقدساتي بذكر أنه يا رب بدنا نعيش الوحدة بكنيستنا، لأنه هذا مشروعك، كونوا واحدا كما أنت والأب واحد. هلأ أول ريسيتال خارج لبنان كان هو تحت شعار الوحدة، يعني لما دعيوني على الكويت هو أكيد نحن مثل ما قلنا ننقل بشارة المنسيين. نحن نفكر بس أنه المنسيين أبونا أنه بس يعني اللي حاجة لمصاري، بحاجة ليأكل، بحاجة ليتطبب، بحاجة لا، في كتير منسيين هن بعد كلمة الله ما وصلت لهم، منسي يعني بعد ما حصل على النعمة، نعمة البشارة. وهيك بالكويت نحن بنعرف أنه
في إخواتنا الكنيسة بالكويت هي كنيسة جدا جدا نشيطة. أنا اندعيت من قبل الكنيسة الكاثوليكية بس كان بحضور كل الطوائف، يعني كان في من كل الطوائف، وهيدا الحضور حسيت أنه بنعمة، بنعمة كتير كبيرة بحضور هالرسيتال. أكيد رح نحكي أنه كيف صارت أنه أنا التقيت بالشبيبة، حكينا بكتير لا مضيح. هو اللي كان ورا الخبرية خينا بيير النخل بيير ومدام. النخل ومدام تومانال هني بلشوا بفكرة أنه ليش ما بيجي أبونا جان عقيقي بيعمل رسيتال هون وبنعمل حفلة بتابعة للمنسيين. الحفلة صارت من شي شهرين تقريبا، بيرجع رايعة حفلة وما قدرت تروح بوقتها بوقتها لأنه ما طلعت الفيزا، وأخوتنا بالكويت جمعوا لنا بيومها 14,000 دولار. نعم. قدمونا كانوا كتير حلوين وبوقتهم خرج بالعيد. نعم. ولكن الريسيتال ما قدرت تعمله بوقتها كرمال وراء وما وراء. نعم. بعدين مش الحال وبعت وراء وسقب هيك، يعني مش انه نحن يمكن ما بعرف ربنا كيف ضبطها بهالوقت لتكون كل الكنيس موجودة حتى تكون كلهم عم يشتركوا بهذا الريسيتال. اللي بدي اقوله انه كان في نعمة كتير. نعم. كبيرة، وكان في هيك ما بعرف حسيت حالي انه كأنه ربنا اليوم بهالوقت عم يستعملني أداة. رح بلش معك بهي الطريقة. وصلت على المطار بالطيارة شو صار؟ أكيد وصلنا على المطار. كنت أنت؟ أنا معي جلال الأورجانيست ومدامته هي كارال، يعني كنا ثلاث أشخاص من لبنان، يعني ثلاث مرسلين، يعني لأنه جلال معروف بموسيقته مرسل ومدامته صوته حلو يعني كارال، وهن بيتنتهم كانوا بكارال وتزوج. جلال شو عائلته؟ بوسيك. أوكي. بجهله تحية. على المطار وصلنا على المطار استقبلونا بشكل كتير حلو. من بعدها بس بالليل زيتها كان في عنا سهرة إنجيلية عند أحد البيوت اللبنانية المسيحية وكانوا عدد كتير كبير. أخذنا نص وكان هو الشهادة، شهادة يوحنا هذا هو حمل الله، وكنا عم نحكي بطريقة كل واحد كيف عم بعيش الشهادة بحياته بموقعه. أنا كمسيح اللي تفاجأت فيه إنه كان في ناس من 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 غير يعني من غير كنايس، كان في اكيد مش بس يعني بهذا الجروب، بهذا الجروب كان في حتى جايين من غير بروتستانت مثلا، كان في بروتستانت، كان في من غير طائفه، احنا بس عم نصلي من اجل الوحده كمان من بيدخلوا معنا. نعم اكيد. وكان في من غير حتى من غير ديانه، يعني في ناس مرتدين للمسيحيه. اتفاجأت بطريقة تعاطيهم مع كلمة الله، وتفاجأت انه مش بس هيك، انه كل ما يجتمعوا بيكون كلمة الله هي الاول اللي عم يعني حدا منهم بيفتح كلمة الله، بيفتح الانجيل وبتشاوروا حوله، وبعدين بكفوا بيسهروا بينبسطوا بيكونوا هنا. قعدنا طولنا ورنمنا وسبحنا. تاني يوم كان في قداس باللاتيني، انا حطيت شهادة حياة، وبالشهادة حياة كان في ترتيلي بالاول قداس لللاتين، بس انت قدست بالعربي مش هيك؟ بالعربي مع 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 كاهن بيقدس باللاتيني، شاركت انا بالقداس الذبيحة الالهية، وطلب مني اعطي شهادة حياة لكل الموجودين، كانوا تقريبا 700-800 شخص يعني بالقداس، اعطيت شهادة حياة ورتلت بالقداس ودعيناهم على رسيتال كمان يكونوا موجودين. بعد القداس كان في عنا لقاء مع شبيبة الكويت المسيحيين، ومثل ما قلنا في ناس مرتدين يعني جايين من غير مسيحيين. بس كثير حلو انه كان في حدود 700-800 يعني كنيسة. نعم. اول شيء كبيرة بدها تكون كنيسة كثير كبيرة، وكنيسة فيها 11، هي مجمع كنائس في كنيسة الكاتدرال الكبيرة، وفي عدة كنائس بيقدسوا فيها مثلا الأثيوبية الفلبينية، يعني بكل يعني مجمع كنائس، يعني بتروح على مطرح كيف تقول مثلا نطلع على أرض معمر عليها عدة بيوت. نعم. وكل بيت فيه عائلة. نعم. هيك بهالمعنى في كنائس. نعم. هيك مجمع. نعم. كنائس. نعم. مجمع يعني بتطلع مطرح تلاقي كتير في كنائس. نعم. وفي وفي صالة يعني صالة معمول كنيسة، كان في صور صالة معمول كنيسة. بتفاجأ إنه نهار الجمعة بشكل كتير كبير بيجوا المسيحية، يعني شيء يعني أعداد كبير، أعداد كتير كبيرة. بتلاقي لما بيكون في قداس مثلا كنت هني بيقدسوا نهار الجمعة. نعم بيقدسوا لأنه نهار الجمعة هني عندهم مثل أحد، مش ينحسب قوانين الدولة اللي هي الجمعة الفرصة. نعم. لأنه الأحد شغل يمكن، يعني سبت وأحد هني عندهم الفاكانس، مش نحن عندنا جمعة سبت نحن عندنا سبت وأحد. بقى الاختبار كان حلو كتير مع الشبيبة، اللي بدي أقوله اطرحنا موضوع السعادة، كيف أنه الإنسان يعني قدموني على أنه أنا كنت فنان، وكيف تركت كل شيء ولحقت الرب. يعني عرضوا لك أفلام من قبل، حطوا كليبات لقلي قديمة وقالوا، وكان السؤال أنه شو السبب أنه بيخلي إنسان يترك مجد الأرض ليلحق يسوع. وكانت هيك الشغلة أنه كان في دباح حول الموضوع، أنه الشباب اليوم بيطمحوا ليكون معهم مصاري للشهرة للبوست بالمجتمع، شو بيخلي شخص يترك كل شيء ليلحق يسوع ويحمل كلمته ويعيش العكس
يعني أنا نحن بنقدر العفة والطاعة، كيف بيقدر واحد يتخلى؟ حكينا إنه السعادة هي مش بالأشياء الوقتية والمادية والهذا، يسوع بيعطي معنى جديد للسعادة، وحكينا عن هالموضوع أخذ في كتير كان في مناقشات، وحبيت طريقة تفكيرهم، حبيت الفورماسيون اللي عم نعمل لإلهم، طريقة التنشئة اللي عم تنعمل لإلهم، وحلو إنه نهار الجمعة بيصير في أسد تعليم مسيحي، يعني تصورت أنا وياه هون هنيك حدا كل واحد مستلم جروب بيهتم حسب العمر بيهتموا فيهم وبيوجهون إيمانيا وتنشئ على المستوى الكنيسة. هول الأساس هول الجروب اللي استقبلوك جنوب هني كانوا وراء تحريك الأمور كلها. نعم. كيف بتحسن كشباب كصبايا يعني؟ عن جد أنا حسيت حالي، وحتى أنا لما يعني قلت لهم أنا حسيت حالي هيك مثل هالرسل القدماء، انه كيف منكون عم بنتقل هيك ما بعرف من كنيسه لكنيسه مربولس، خبرهم هاي الكنيسه كانت عم تعمل هيك. بتحس كمان شغله كتير حلوه ابونا، قديما اول ما بلشت الكنيسه كانت كنيسه اورشليم كانت كنيسه فقيره، كنيسه انطاكيا كانت كنيسه غنيه، كان مربولس يقول انا ما بدي شيء لإلي، بعثوا للكنيسه باورشليم لانه هي بحاجه بدها تاكل، يعملوا حصص غذائيه واكل ويبعثوا لهم اياها. حسيت شيء عم بيصير هلا، يعني ما في شيء تغير. حسيت كنيسه لبنان هي اليوم عم بتعيش اليوم في وضع معين احنا عم نعيشه، خاصه هيدا كنيسه بالكويت عملت هالمشروع يلي هو حفلة ورجع رايعه بيرجع عليها كنيسة لبنان. لما رحت أنا عم بخبر عن يسوع عن اختباري مع يسوع حسيت حالي أنا هالرسول الحامل كلمة الله، وأول كلمة قلت لهم جئت لأشهد، طلعوا كلمة جئت لأشهد أن يسوع بعده حي، بعده بيجذب ناس، بعده عنده جاذبية يقدر يخلي الشبيبة تتخلى عن كل شيء وتلحق كلمته وتحملها. أنا اليوم جاي أقولكم أنه أنا يسوع بعده حي وبكنيستنا، ويسوع هو عمانوئيل الله معنا اللي ما بيتركنا، وإحنا يعني هل بهالاندفاع حسوا أنه حسوا هالأبونا جاي لنا شيء، جاي لنا شيء. وأنا حسيت حالي أنه أنا مسؤول بمحل معين عن كلمة الله لازم توصل، وحسيت أنه في رجع معين أنا بقلبي لازم أعطيوني. أنا بدي أقوله سألتك السؤال عن أنه كمان الشبيب هني يعني علاقتهم بالمسيح كيف تجلت وهيك، وأنت كنت عبرت لي بشكل كتير حلو كمان أنه هني قديش عندهم هالفرح الإيمان وهالتمسك بإيمانهم. أبونا إذا بتشوف يعني في لخبرك هذا اللقاء الشبيبي كان عنده نوع من الحب يسأله، يعني يسأله وقد ما فيه كان جاوي، يعني كتير سأله، وحبيت انه قد ما عندي انا ربنا عطيني بفعل الروح القدس اقدر وصلهم البشرة واقدر وصلهم الفرح يلي انا عايشه فرح يسوع لقلهم. خلصنا من الشبيبة دور الشبيبة اكيد ارتحنا شوي، لبعد الظهر كان في قداس الساعة 7:30 بحضور كتير كتير كبير من الناس، كان قداس هيك أنيمي مثل ما بيقولوا مرتب بشكل كتير حلو، خدموا جوقة الرعية ومع جلال ومدامته سوها منوجهنه كمان مرة تانية تحية. بعد القداس كان في ريسيتال، حطيت كل الصور على الفيسبوك. نعم أكيد منشوف إذا بيير بيقدر يوصل على الفيسبوك إذا عم تسمعنا بيرو. أوكي إذا بتلاقي لنا صور شوي عن الكويت هيك عند أبونا جوعة. اختبار ريسيتال اللي صار بالكويت يعني كان في كتير تجاوب من الشبيبة، حتى من قلت لك انه لانه كنا من كل الطوايف عملنا ساعة تسبيح، يعني رتلنا بشكل زئيف مع 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 شوي هيك يسبحوا يمجدوا، كانت شغلة كتير حلوة لدرجة انه حسيت انا فترة معينة حسيت حالي انه انا مش على الارض، حسيت حالي سما عم يسبح الله، الله موجود وعم بيسمعنا ومبسوط بالتهليل، كنت لدرجة طايرين كنا كلنا سوا. رتلنا اكيد 30 اللي انا طلبوها من سديات تبعولي يلي كيف لا اتالم، صلينا عنيه صلينا عنيه لبنان، صلينا عنيه المرضى عن العيال، صلينا عنيه شغلتين خبرتني اياهم، وحده بحب يكون عم يسمعوا اخوتنا هي اول وحده عن الابونا رعيه هونيك اللي كثير طيب وكثير حب. نعم. ولكن سجل اعتراض صغير وانت شرحته بطريقه حلوه. انا بدي اقول لك شغله ابونا، برافو عليك، بدي اقول لك اكيد ابونا ريمو عيد انا بدي اوجه له تحيه عن جد رائع، يعني كان استقباله ومحبته قلبه فتح قلبه، يعني حسيت انه هالكاهن عن جد هو خوري او راهب عندك؟ هو خوري، هو من قبل كركي، هو هونيك يعني كركي وضعته. اكيد في كثير كهنه بس المباشر علاقتي معه انا بوجه لك التحيه لكل الكهنه موجودين لانه في كثير كهنه. في حدا باللجنه اللي كانت عم بتقالوا لي انه نحن كنيسه مارونيه، واللي صار امبارح انه صار شيء كتير قوي، إنه زقفوا رح يصير يميلوا بطريقة إنه قلت لهم هيدا إيفنت بيصير،
نحن بكنيستنا المارونية في شيء اسمه ليتورجي، في اسمه شيء باراليتورجي بقلب القداس أكيد ما مزقف ومنرقص ومنهيز، من بيكون في عنا ليتورجية إذا واحد وقف بيوقف منه أفتح إيدينا، منقول أبانا ما أفتح إيدينا، هون قعدنا لازم نقعد مكتوب، لأن كل وحدة إلى رمزيتها بتخلينا نكون كجماعة. أما الباراليتورجي خارج الخارج القداس قلنا صح. يعني نعيش فرح، نعيش فرح يسوع كأننا عم هلأ الشبيبة لما أجوا لعندي قالوا لي طب نحن هيك بدنا، نحن هيك بدنا نعيش مع يسوع. يسوع مش انه قلت له انا بدي اخبركم شغله، في شيء ليتورجي في شيء باراليتورجي، اللي عشناه نحن هو من ليتورجي. يعني انا عم بقول لكم شغله هلا، هذا الزقيف والهايصه هي بنعملها بحفله بنقدر بريسيتال بكذا. قالوا لي طيب بس نحن مش نحن هون كنيستنا تراديشنال بعدها تقليديه. قلت لهم هذا ايفنت، هذا حدث بيصير، بس مش عنيتك كل ما فوت على البيس نزقف، لا في عنا وقت بيصير. ولما اجى الباب على لبنان جون بول دو بسكور كنت انا خرق البروتوكول وبدنا خرق يكون... وصار هو يزقف. اذا بنشوف اوقات البابا بيكون بعد القداس بيعطي ريتم يغني مع الشبيبة، لانه هذا ايفنت اكيد مش بالكل القداس الابونا البابا، هذا كان حدث معين بيصير معي. ممكن تعبير تعبير مسبح الرب. النقطه الثانيه بدي انتقل لها معك بنفس الخط اللي خبرتني كمان عنها، هي قصه لقائك مع كثير من الشباب المسيحيين اللي كانوا بالكنيسه الكاثوليكيه وانتقلوا صاروا بالكنيسه البروتستانت. حتى في بنت اول شيء بدنا نقول لاخوتنا البروتستانت انه هيدا نحن في لبنان، وانا حسب ما درست بالجامعه بحكي من 13 14 سنه لليوم في اتفاقيات عاده انه ما لازم ننسى على يكون في اقتناص. يعني اذا حدا البروتستانت انا ما بركض لحتى اجيبه واعمله كاثوليك، بتركوا نعمه الرب تشتغل ووقت اللي بيصير بيصير فيه بيكون عن تفاهم وعن حب، لانه هو يمكن عنده اسباب معين. بس العكس كمان انه هن ما بعرف انا، بس لانه اول شيء قلت لي عن عدد كبير من الشباب انتقلوا من الكنيسه الكاثوليكيه على الكنيسه البروتستانتيه، وحتى هون بلبنان كمان عم بتصير، وفي اهالي ما بيعرفوا يتصرفوا عم بحسوا انه اولادهم ضاعوا. اوكي اولادكم ما ضاعوا، بنقول لهم اولادهم ما ضاعوا بعدهم بالكنيسه، انه بعدهم بالكنيسه وبعدهم ضمن الهيدا، بس كمان انه ما فينا نحن ككنيسه بروتستانتيه نكون عم نسمح لحالنا ان 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 نقبلهم بهيدي السهوله وبهيدي الطريقه، او اقدم لهم وسائل يعني بتريحهم اكثر. اوكي بدي لك شغله ابونا انا هلا انا بيزعلوا مني اخوتنا بس ما بتزعلوا عليك، عم تحكي شغله انا بقول انه انا تعمدت بهالكنيسه، يعني انا صرت ابن لله بكنيسه الانجيليه او كنيسه البروتستانتيه، اكيد انا ابن هالكنيسه، انا تعمدت انا ابن العقيقي، انا بضلني ابن العقيقي، ما في يكون ابن خليفه لو انا بحبك ابونا وهيك، انا ابن البيت، يعني انا تعمدت بهالكنيسه، يعني انا ابن البيت صح. اوكي هلا اوقات بيقولوا لي انه نحن قصدك اللي ما فيك تغير عائلتك، ما فيك تغير عائلتك لانه امي وبي هون ضلني صدقات، حتى لو امي خت يا ريت، حتى لو بي مثلا في محلات شو انا محلات بي مثلا طعوج وجهه بدي شو بشوفه او كان قاسي معي او تصرف بطريقه انا بعطي صوره بي هي. بس هيدي الصوره حقيقيه 100% صح. انا ابن لما اجوا عندي قالوا لي ما نحن في اشياء بطلنا من يعني بنحس انه ما في هيدا الفرح يلي انت اعطيتنا اياه، مش عارفين ابونا انه بكنيستنا المارونيه او بكنيستنا الكاثوليكيه في هيك اجواء. قلت لهم شرحت لهم قلت لهم في عنا اوقات بنعيشها، بس يكون عنا ريسيتال، بس يكون عنا مثلا شوفوا مثلا يسوع فرحي، بس يكونوا بلبنان ليله العشيه بيكونوا في صلاه في تامل في سجود للقربان، ثاني يوم بكون عم بيهللوا ويسبحوا، مش معناته ما هو بقلب الكنيسه الكاثوليكيه صح. يعني حتى بتشوف كمان نقل الاديان وقت نقل المذهب يعني من طائفه لطائفه مثلا بيننا وبين اخوتنا الارثوذكس او بين الارثوذكس والاشوريين او هذا الشيء بيصير اوقات لمصالح شخصيه، مثلا بده يطلق وبده يتجوز وبده يتجوز وبده يطلق والى اخره، او بينقل بيصير مسلم يعني بيساوي مع ايمان بس لحتى يخلص من قضيه الان فيها. فهذا كله يعني لازم يكون عم نحكي فيه دائما، في عنا وعي ونحكي انه منه منه منه، يعني ما بحسه انا اللي تكون عليه تابو، يعني انه عمل ما بعرف غير لا، يعني بدنا نكون علنا عم نحكي هلا انه بقول ابن البيت لازم يكون ابن البيت، وانا مالي حق انا اجيب اذا انت مثلا انا بحبك كثير كابونا وانت صديقي بقول له اترك عائلتك وتعال شوف وحط الغي اسم عائلتك خليفة وعملها حالك بيت عقيقة، لا ضلك بالعكس انا بدي شجعك تكون بكنيستك وفاعل بكنيستك. الوحدة بتكون بتبلش من انا لما انا اعرف حالي واعرف مزبوط كنيستي وشو في امكانيات فيها وشو فيها ضعف، نعم واشتغل انا نمي الضعف الموجود لحتى يصير يعني نمي القوه اللي فيها واشتغل على الضعف لحتى اخلص منه قد ما بقدر. ابونا بتعرف شغلي انا اللي بيجرحني اوقات بشبيبتنا ويمكن انا كنت منهم يوم من الايام، لما اكون انا ابن الكنيسه وبتكون ابن البيت وبسب البيت او انا ابن الكنيسه هي امي، يعني بصير اقول لها الكنيسه طلع باصابعك في ثلاثه عم تتوجه صوابك، قبل ما تقول الكنيسه قول انا شو بدي يكون بقلب الكنيسه. الكنيسه هي امك اول شيء، ما لك حق تدينها، ما لك حق تشوهها،
وحتى إذا أمك غلطت ما لك حق تروح تخبر الناس كلها أمي غلطت، هيدي كنيسة هي أمي، أنا ولدت من جرنا عموديتها. بدنا نكون بهالوقت أبونا جون إحنا وياك عم نشوف شوية صور هيدا للرسيتال أنت هونيك. هيدي الكنيسة شو اسمها؟ هي كنيسة العائلة المقدسة، كاتدرائية العائلة المقدسة. حلو كتير. هذا جلال ومدام طورة عم بي نجهلهم تحية. شو حلو اسم الله من الكنيسة يعني. ايه هذا ابونا ريمو عيد نوجه له تحية. والله هودي بعض من الصور أخينا بيير النخل هو يلي بلش بفكرة شخص كتير عنده نشاط بالكنيسة كالفرح بعيونه لبيير حقه مصاري هيدا ما بتلاقيه هيدا إنسان ما بيتطمن أنا كتير حبيت جايبه من الروح من روح القدس بتحس عم بيحكي كأنه يسوع عم بيحكيك دغري يعني. عامل عائلة مسيحية مباركة وقادر يقدس حاله ويقدس عائلته والمجتمع لأنه مآمن للآخر ومستسلم للآخر يعني كل الظروف كل الصعوبات ثقة الكنيسة كبيرة في إلها كل كتير اتجاهات تفرح لما تلاقي شباب مثل بيير وعيال مثل بيير هالقد عنده مثل جلال يعني كمان جلال كمان بنوجه له تحية مزوج هلا هيدي الكنيسة واحدة من مجموعة كنائس نعم إن شاء الله يكون في صورة لكل الكنائس كمان نقدر نكون عملنا هيدا وقت شو قديس كان هيدا هيدا وقت هيدا رسيتال في صور كمان قديس إذا بي الفيسبوك منزلهم كمان أنا حبيت أنا الفيسبوك بستعمله هو هنا نخبر عن نشاطاتنا نوصل يسوع من خلال نقدر نستعمل الوسائل حتى نكون عم نوصل يسوع بطريقة نخبر إنه يسوع موجود ويسوع حي قادرين نكون عم ننبسط ونفرح مع يسوع وانا جون رائع اللي عشته واللي اختبرته واللي وصلته هونيك وهني عم بيطالبوا فيك ترجع تروح لعندهم فروحتك على الكويت كانت من جهة تتكون عم تعلن اسم يسوع كأبونا مرسل لبناني ومن جهة تانية تتكون كمان صوت المنسيين هونيك وتكون شاهد لمحبة يسوع للإخوة الفقرة يعني وبنيت صداقات وعلاقات إن شاء الله بنستثمرها بعدين مع الوقت مردود إن كان هيك استمرارية علاقة مع الكنيسة بالكويت وعبر تي في تشاريتي أو كمان على كل الأصعدة اللي ممكن تساهم بأحسن الطرق وأفضل الطرق لحتى ندعم الإخوة اللي عندهم حاجة الشغلة كمان ما بعرف ليش اليوم عم بذكر المرحوم بي كان يقول لي بكل منطقة بتروح عليها خلي يكون عندك بيت قول هيدا مثلا اذا طلعت على زحله مثلا بيت اهلك ان يصير اقدر انا اقول هيدا بيت قال لي يعني مش المهم قديش بتجمع مصاري المهم قديش بتجمع ناس تحبوك وتحبهم لانه الميل ممكن يروح الصداقه هي اللي بتضل انا رحت على الكويت بنات كتير صداقات لانه مبنيه تحت شعار يسوع المسيح ان شاء الله بعد الكويت البحرين عند خينا يوسف القارح ان على راد مصر كمان حكينا ابونا صموئيل كون عنا لقاء بمصر حكينا يعني عنا كتير هلأ مشاريع طائف أبونا عنا أستراليا أبونا حكينا أبونا مارون موسى كمان أستراليا كاليفورنيا حكيوني من يعني عم بنحكى إنه بهيك بزور أفكار يكون في رسيتالات هيك ننشر يسوع من خلال البس من خلال الفرح من خلال الترتيلة من خلال هيك علاقتنا معه نخبرهم إنه يسوع قادرين نختبره بحياتنا بطريقة مكرسة ومش بس فكروا الناس إنه وكنت لما فتت على الدار كانوا يقولوا لي عيش حياتك قبل ما تفوت قالوا إن يسوع هو اللي بيعطينا الحياة هذا وقت القداس نعم صور مع أبونا ريمو فايزا أبونا ريمو نيسلك وين عندك خدام مرتبين إيه لبسين هاي صغار هون جمعين الأطفال عم بنقرأ الإنجيل على راسهم شو الصورة الموجودة ورا اللي هي صورة العائلة المقدسة وفي عدة صور رسمين على الحيطان هو من الحركة يمكن قدموا الأربعين أو نعم العيال ومن الحركة الخدام رائع عم يعمل زياح الأربعين زياح الإنجيل نعم. تحت نعم بين الشعب ينزل بيعمل كتير حلو نشكر الله عليك يا ابو نجان خبرة كتير مميزة روحية هيك شاركنا فيها اخوتنا اليوم حبيب القلب لا يعرفوا يعني شي النشاط اللي عم تقوم فيه بدنا نشكر الله على كل شيء بدنا هيك نقلكم انه يسوع هو فرح وممنوع مسيحي يكون عايش الحزن عايش الكآب لان يسوع هو اجل يعطينا السعادة ومشروعه هو شغلة دايما نقولها وحكيت عنها هي مشروع القداسة انه القداسة هو مشروع الله وقالوا لي وحكيت عن ليش بنقول قديس من هو القديس القديس هو يلي بيرافق القدوس بحياته يلي بيمشي معه يلي بياخد قديسه منه رغم ضعفي انا كل مره بضعف بدي اروح لعند القدوس لعند يسوع اقول له بدي منك قديس لاقدر استمر وكفي مسيره العمر لانه ما فينا نعيش بدون رفقته وانا كابن له كخي له ابن لله
هالمشروع القداسي بدي دائما اروح لعند النبي اللي هو يسوع المسيح. في ناس سبقونا يلي هن قديس شربل ورفقه والحديني كلنا سوا، بس انا وانت فينا نكون مثلهم، وكل واحد بالحقل يلي هو فيه، انت بتكرسك، انت كبي، انت كأم، بالحقل اللي انت فيه قدر تتقدس وتقدس حالك. امين. الله يباركك ابونا بهالكلمات اللي انت قلتهم، بختم معك لحتى نتابع مع ضيفنا من بعدك، تنكون عم نحكي عن قصص صارت هيدا الأسبوع بكنيستنا، لنشوف إذا بحق لي هيدي الجملة اللي كنت أنت عم تحكيها، هل بحق لنا إذا كنيستنا فيها ضعف معين كون هيدا الضعف عم نعرضه قدام كل الناس، ونحكي بهيدا الموضوع إذا الله راد مع دكتور بيير عزار، هو محلل سياسي واستراتيجي ودكتور بالاقتصاد إلى آخره، رح يكون عم بيخبرنا عن هيدا الموضوع. مرسي لك أبونا.